السلام عليكم، معكم الهادي من جديد. كما شفتوا بديت الفيديو بالصورة ديال حسن أطلس الملك الخفي المغرب، الملك الجديد الخفي، الملك الأول في المغرب هو أنس الصفراوي. أوكي، كنتكلمش عن محمد السادس المستنسخ لو كرونيك، هذاك ماشي ملك، هذاك غادي يكون نتوما مداورك. أوكي، هنا راك صورت في الاول هذا الطابلو، رؤوس عصابتين حاكمتين في المغرب. الراس الاول انا الصفراوي هما تيلعبوا شويه في الحروب، تيبغوا يدخلوا الناس، فهمتي؟ اما تيقولوا لك لا راه هذا الصفراوي هذيك عائله اخرى، هما عصابات عائلات تركيه. ملي كنقول ترك، اوكي، ملي كنقول ترك ما كنقصدش فاسه، شو غالطين؟ نو، هما داخلين مع الفاسه، ولكن هما تنقول الترك، هما التركيين دخلوا من الجزائر، ما عندهم علاقه بالاسبان، الاندلس، الفاسه اللي كاين. كاينين شي وحدين تا هما خايبين الفاسه، ولكن ماشي كلهم. لا، هذا الترك هما جاو من الجزائر، دخلوا من الجزائر اوائل الاستعمار المغرب، ولا قبل الاستعمار. اوكي، لا موضوع عشان بعدا نشرح لكم واش نقصد بالترك. اوكي، رؤوس عصابتين حاكمتين في المغرب، شي واضح تنوضحوا لكم، انا ساهل داكشي ما كنزوق ما والو. اوكي، الراس الاول انا الصفراوي وعائلتي والتازي، عائله التازي، سارقين اراضي اخ الحسن الثاني بحي بورغون الغوتي. اوكي، الراس الثاني القاضي هذا يدخلوه، هما شدوا هذا دخلوه، لان عرفوا قضيات غتبلور في المغرب، تحرك، غايب لهم مظاهرات، ناس غايب لهم في حقوق، فهمتي؟ لان هما غنمو، فهمتي؟ هما ما غايجلسوش، هما غنشرح لكم من بعد علاش هما كيزيدو فيه. نتوما ماشي نتوما كتخرجوا ديروا اضراب وكتحتجوا وديروا فيديوهات ومع ذلك كيزيدو فيه، غنشرح لكم علاش. بالعكس داكشي اللي كديروا نتوما راه ضدكم، كتخسروا فيه، غنشرح لكم. الراس الثاني القاضي حسن اطلس، تاع هذا حسن اطلس، هذا الضب، اوكي، الريبتيليا، هذا الضب، والبرلماني حواس، تناضى الضب، واحد الضب آخر. أوكي، ومحمد شكري، هذا محمد شكري هذا ورأس الحرب، هذا هو اللي بها تحل مشكلة المغرب. محمد شكري، أنا نعاونكم، سمعوا لي، أنا متهضرش مع العائلة، فهمتي، محابسين القناة ديالي، ولكن صيفط البرقية الاسبوع الماضي لاسيا السي اي، فهمتي؟ هما جاو دخلوا شي يهود لعبوا، قالوا لهم حنا راه نقولوا حنا يهود مغشدين الميريكان. اوكي، هاد محمد شكري السمسار مزابي ولد سيدي حجاج، ويمكن كبر في الخيريه، فهمتي؟ انا شكري سميه ماشي تاع ديال الخيريه، ولا الخيريه ربما انتشاري تا هو. محمد شكري هو خينا كان غارديان في طايتي، كان خدام في طايتي غارديان عساس بكري، كان تيتسخر اليهود شويه، خدم في التوب تيتسخر واحد الفاسيفت تي من هذوك الفاسي اللي خونوا الارض ديال الغوتي في بورغون، كان هو الغوتي خو الحسن الثاني. كلشي خاصو يبان، لان هما هادو دابا لاعبين فيها، فهمتي؟ نعاونكم، انا نعاون الشعب، انا ماشي باغي نعاون الشعب كامل، منهم العائله ديالي. اوكي، هاد محمد شكري كان خدام مع شي فاسي تيبيع الثوب منو، هاد الفاسه اللي خونو الاراضي ديال الغوتي في بورغون، الجاج ما في بورغون. اوكي، كان مؤخرا خدموه تي ديال في لابوراتوار ديال الدم في بوليكلينيك ديال بوليكلينيك اللي في قطاع عيشة، شارع المهم ضرب الله قطاع عيشة. اوكي، وخدموه لان اختي كانت تحولت من الزراوي، تحولت هنا، جابوه طاح عليها بطبيعة الحال. هادشي انا عاودو من بعد علاش وكيفاش، فهمتي؟ راه كاين قصة طويلة هي. اوكي، وهذا هو صاحب المشروع ديال ادوس برشيد، دخل مع هادو شفارة هادو اللي ادوس برشيد. اوكي، هادو عندهم حماية ديال الحسن اطلس، وهادو هما اللي مهربين الفلوس لسبان مع عصابة ديال لسبان، العقار اللي مشاو لسبان. اوكي، وهاد خينا هذا خاطف اختي طبعا بالجواب بطريقه شوفتني، ما عارفه شنو واقع، نتوما كتفرجوا فيا، انا ما كتعرفنيش واش حي ولا ميت، وما تعرفش. سميتها نظيفه رحيمه، بنت عم الملك محمد السادس. اوكي، سي تشوف، تفهمنا
كل شيء وضح. اوكي بالميريكانيات قتل الغارات فهمتي، كاين روسيا كاين رئيس ترامب هو اللي غادي تقوم به، لانه هما مسوني في المغرب ومسوني هنا في امريكا. اوكي هادو هما اللي شادين. اوكي هاد حواس وحسن اطلس هو اللي شد داك سميتو الكرطاوي، مراد الكرطاوي. اوكي و هذا الاخر اللي يلا طلقوا اللي شدوه سميتو شدو الصفريوي، اللي طلقوا ضربوه بثلاث سنين داك الصحافي سميتو الصفريوي اللي شدو. ولكن هذا الفزازي ولا الزفزافي، داك الفزازي ديما تسيني داك الحمار كلب الزفزافي اللي شد الزفزافي، هما العصابة كاملة دي الكبار ديال المغرب مع دوميناتي ديال برا، هما اللي شدو لينا خايفين، هما عارفين المغاربة إلا فاقوا غادي فهمتي. الملك ما كاينش، الملك راه كاين في التصويره خوتي، خرجوا ديك الجلابه زعما راه حتى انا راه لابس جلابه مسفويه مستنسق كلوني. الملك ديالكم كلوني بسيف اللاب كلوني، واش تسمعوا واش شفتوا هادو عرفوه كلوني خدامين، لان هما تيحطوا واحد النوع ديال هادو المسؤولين ليدرز قد ما كيطحنوا للشعب قد ما مزيان ليهم هما، قد ما الشعب كيتطحن و تيخاف و تياكل العصا و داكشي كيولدوا واحد الطاقه سلبيه و ديك الطاقه مزيان للسحر اللي كيستعملوا هما. اوكي المهم انا نهضر على هذا الموضوع هذا. المهم كاين الصفريوي، هما هاد الصفريوي لينا بدا كثر بنادم و بدا بالاتفاق جابوا القاضي حسن، القاضي حسن اطلس ديال السطات هو من السطات هو. اوكي كاين هو هذا، هذا محمد شكري ويتحل المشكل. هذا محمد شكري هذا راه مقارس ما عرفتش كيف سميتو، هذا غادي نجيبو به الحل ديال المغرب، هذا هو استقلال المغرب الحقيقي هو هذا خينا هذا محمد شكري. اوكي واسم صار عروق ما فهمتي ما عرفش يكتب، ولكن كيخدمو به اليهود، كيخدمو اليهود كاين اليهود، كاين واحد اللي كاين واحد عصابة أخرى اليهود، ولكن ماشي الثالثة، كاين هادي الأولى والثانية، ولكن اليهود داخلين متسوسين مع الأولى والثانية، تيخدمو على برا، اللي كيدخل تيخدمو فهمتي، تيخدمو بيها، شي كيديرو اليهود، أوكي، تعرف داكشي مزيان، هما داخلين عندي أنا، جايين عندي فهمتي، ألوغ هادو، هادو هما اللي حاكمين المغرب في الخفاء، بالفوضى، بالفوضى، والعقار، مشكل العقار. والله العتمية العقار داكشي كلشي ديال الدجال، انا ما نهضر في هذا الموضوع من بعد. الانسان الا ما فهمتوش اللعبه هي لعبه، الا ما فهمتوش دابا خا تخرجوا كتبقاو وانت ما فاهميش اللعبه، وخا ديروا شي هادو تقتلوهم وما فهمتش يموتوا، هادو يموتوا تحيدوهم، تحيدوهم تشدوهم وتحيدوهم، دابا تمشيو تشدوهم تشدوهم في الحبس تحكموا عليهم ولا تقتلوهم، ولكن الا ما فهمتوش اللعبه غيجيو وحدين اكثر من هادو. هي اللعبة، واللعبة أنا نشرحها لكم ورشحتها لكم. كي اللعبة هي قناة ديالي، شوفوا شحال شحال فيها وشوفوا شحال سميتو، هي اللعبة غتفهموا اللعبة. ملي كتشوفوا القنوات ديالهم هما تيحطو لكم قناة بطبيعة الحال، تيحطو لكم شي قنوات تعجبكم، هذا ملك في عالم راه هو، هما تيلفتو لكم الأنظار، تيديفييو الأتنشن لاتونسيون ديال سميتو باش هما تيخدمو. نقولكم الملك، ما انا بالنسبه ليا ما تندفعش الملك، انا كنقول الملك مستنسق، ربما نتوما كتقولوا لي لا مستنسق، انا كنقول الملك كلوني، نتوما اللي كدافعوا على الملك، انا ما كندافعش على الملك، واش فهمتوا ملي كنقول الملك كلوني، هادو راه خدامين، راه كاين لوموناتي، كاين شي حوايج نتوما ما عارفينهمش، اوكي، سيتو، انا دابا وضحت الامور، وان شاء الله من بعد غادي نزيد نوضح بعض الامور اخرى. واليوم ان شاء الله اليوم بالليل ولا غدا غندير فيديو على كورونا، نشرح لكم شي حوايج على كورونا، ما كنتش بقيت نتكلم على كورونا لان كورونا عارفه داخله في شي حوايج اخرين، ماشي هي اللي تتعرفو نتوما، ماشي في الواقع اللي كتعرفو، هادشي ما بغيتش نتكلم على كورونا في الاول، لكن انا حاول نتكلم على كورونا، لكن لا بليبار ما يفهموش الموضوع اللي نهضر عليه، ولكن ان شاء الله يكون خير. السلام عليكم.